السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله الاربع كالعاده. يوم متسابقتنا طبعا بيجينا حبايبنا وضيوفنا، بناكل وندوق ونعرف ونكسب ونخسر. وزي ما حضراتكم عارفين، يوم يكون موجود معانا اطفالنا، يوم يكون موجود معانا امهاتنا او ابهاتنا او اصدقائنا او ايا كان الاعمار، بينورونا وشرفونا في برنامج حضراتكم. النهارده الاربع حلقه على هواء مباشره مع حضراتكم. عندنا اربع نماذج مختلفين عن بعض وجنسيات مختلفه. عندنا جنسيه مصريه في الاول، عندنا اثنين من امهاتنا هيعملوا اكلات ليها علاقه شويه بالاكلات البيت. يعني في ناس جايه تعمل مخلل، ناس جايه تعمل مربى، في ناس جايه تعمل اكلات تكون مختصه ببلادها زي فلسطين او الاردن. النهارده عندنا ضيوف مختلفين عن بعض، تعالوا نشوف النهارده الحلقه بتقول ايه وايه الفكره. والنهارده كمان بالمناسبه الحلقه دي مخصوصه طبعا لكل حبايبنا كالعاده، زي كل شهر في حلقه كده لكل الناس اللي بتحب تعمل مشاريع من خلال السوشيال ميديا او صفحات التواصل الاجتماعي. بنحاول نزق ونساعد مع بعض ونشوف ايه الاكلات الحلوه اللي حضراتكم اكيد بتحبوها. تعالوا فاصل ثم نواصل، اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. زي ما بقول لحضراتكم النهارده كالعاده كل يوم اربع بيكون موجود معانا اربعه من حبايبنا، ممكن يكونوا سته ممكن يكونوا اتنين حسب اللي موجودين. بيشرفنا وينورنا طبعا كل اربع من حبايبنا زي ما اتفقنا، من الصغير لحد الكبير. النهارده هيكون يومنا حلقه مقسومه لجزئين، الجزء الاول زي ما اتفقنا فيه عندنا اتنين، والجزء الثاني او السيجمنت الثاني من الحلقه هيكون عندنا اتنين. الاثنين الاولين تعالوا نرحب بيهم الاول بمدام امل والاستاذه روان. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي، ربنا يخليك. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. يا اهلا وسهلا بيكي. اخباركم ايه؟ منورينا ومشرفينا. اولا تحيه خاصه لاهل فلسطين والاهل الاردن، انتم منورينا ومشرفينا في مصر، وكمان منورينا ومشرفينا في برنامجنا احلى اكله. واحنا متشرفين بحضرتك وبكل الكاست جميل، ربنا يخليك يا فندم، والاستقبال الرائع يا فندم. ده من بعد عندكم، انتم منورينا ومشرفينا. قولوا لنا بقى جيد تعملوا ايه النهارده؟ ان شاء الله الاكله النهارده اكله فلسطينيه غزاويه. حضرتك مدام امل مصري؟ أيوة. من فلسطين. ايوه، احسن ناس. اتفضلي. فلسطينيه مصريه كمان، احسن ناس اكتر كمان. الاكله منسف فلسطيني. منسف الفلسطيني. اه هنتعلمه النهارده بحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حضرتك، انا شايف كمان ان انت هاويه المطبخ كتير وعامله صفح. ان شاء الله، وعايزين نزق الدنيا كده ونعمل شهره لطيفه لصحتك ونطلع كمان الاكل الفلسطيني، ونبدا نشوف اخبار اكلكم ايه. ان شاء الله. ماشي الكلام. طيب روان هانم، اخبارك ايه؟ انا كله تمام. منورانا. وانت كمان. واهل الاردن مشهورين باكلكم كويس، وعندكم مذاق حلو جدا في الاكل. أيوة. الاردني. ايه بقى جاي تعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده هعمل صينيه كفته بالطحينه. تمام، اوكي، حاجه كده خفيفه. اوكي، دي يس. اكله اردنيه. اكله اردنيه اكيد. وعندك صفحه او عندك اي نشاط ليه علاقه بالاكل؟ لا، هي بس هوايه. هوايه. تمام، ماشي الكلام. نبدا نطبخ وندردش واحنا بنطبخ، ايه رايكم؟ معلش، في بس قبل ما ابتدي، اول شيء بدي اشكر القناه واشكر الشيف علاء على الاستقبال الجميل الرائع. الله يخليك. وبدي اقدم كمان مواساه مني للشعب المصري باسمي وباسم الشعب الفلسطيني بوفاه المغفور له المرحوم المشير طنطاوي. ربنا يرحمه. بشكرك لتعزيز حضرتك انت وكل حبايبك، يعني دي حاجه على راسنا طبعا، حضرتك تعزينا. ويسكنوا فسيح جناته. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا، ومحدش يعزيكم في حاجه وحشه ابدا. شكرا لذوقك. طيب نبدا من المسابقه. ستنج المسابقه ابراهيم، اتفضل. هكلم معاك وانتوا بتطبخوا بقى. اتفضلوا اطبخوا عادي جدا عشان وقتكم ما يضيعش. زي ما احنا عارفين الحلقه بتبقى مقسومه لجزئين. أيوة. الجزء الاول لحضراتكم من خلال مثلا نقول من تلت النص ساعه بالكتير، عشان نحاول نتظبط اطباقنا ونسويها كويس. ويكون معانا كمان امكانيه لدخول عندنا كمان الاستاذه ريهان بالنون مش بالميم، وعندنا مدام سعاد. مظبوط كده؟ تمام، دول ان شاء الله هينورونا كمان شويه. عندنا بقى كمان في مرحلة كده غريبة بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش عنها، موضوع المخللات في البيت، المربات في البيت. في تشكيلة ان شاء الله هتشوفها كمان الفصل اللي جاي باذن الله مع حبايبنا وامهاتنا المصريين الجمال، هيجوا يعلمونا ونفهم برضو كل واحد بيعمل مشاريعه ازاي. هي الفكرة من الحلقة زي ما حضراتكم عارفين، كل اسبوع او كل شهر بالاخص حلقة المشاريع دي بيبقى ايه الفكرة. انا من الناس بحب دايما يعني نقف جنب بعض في اي حاجة ليها علاقة بالطبخ. ففي مؤخرا زي ما حضراتكم عارفين على السوشيال ميديا
من خلال الصفحات كتير جدا او القنوات اللي هي ليها علاقه شويه بالاكل، بقت منتشره بشكل كبير جدا، والناس بقت بتشتري اكل وبتبيع اكل وبتعلم اكل وبتعمل اختراعات. زي مثلا لو هنتكلم مثلا في عندنا حد يكون مثلا عنده صفحه بس بيروج فيها من خلال الاكل الدليفري او الكاترينج او توصيل الاكل للمنازل. في حد تاني مثلا زي كنا بنتكلم مثلا مع روان ما بتعملش كده، عامله مثلا هوايه. في ناس تانية تقول لك انا احب ابقى طالعه اكلم في الاتيكيت، طالعه اتكلم في تدبير الحفله او المناسبه اللي عندك ازاي. ده كله بنحاول نقف ونشوف اخبار حبايبنا ايه. طيب ارجع لمدام امل من فلسطين. الفلسطينيين معروفين باكلهم، عندهم اكل حلو كويس جدا كتير، وطريقه المنسف دي على ما اعتقد اكله شعبيه، اكله شعبيه أكلة زي شعبية. عندنا الكشري كده، ايوه صح كده يا فندم. بسم الله. وايه تاني عندكم مشهور في فلسطين؟ في المقلوبه، المقلوبه الوفاده اللي كل العالم بقى الايه، كل العالم بدات تشتغل فيها. كنا عاملين مقلوبه بالمناسبه، شفتيها امبارح؟ طب قولي لي بقى يعني ممكن ايه يكون ناقص عن حضراتكم ولا او ايه زي حاجه؟ ما شاء الله لمسات جميله وكل شيء جميل يعني. تمام تمام التمام. ينفع ممتاز ماشي. ماشي الكلام. عايز بقى كمان تعلميني يا روان اكل اردني عشان نبدا نعمل اردني بقى، ما احنا خلاص يعني احنا دخلنا في الفلسطيني وبنعمل لبناني وبنعمل مغربي. ايوه فعايزينك برضو تفهمينا ايه الحكايه. يعني انا شايفك هتعملي النهارده صينيه كفته بالطحينه. صينيه كفته بالطحينه، ايه مقاديرك؟ هعمل كفتة عادية اللي هي اللحمة والبقدونس والبصل والبهارات بتاعتها، أوكي. وبعدين هحط معاها بطاطس، أوكي. أنا بحاول أتكلم مصري صراحة. لا اتكلمي براحتك، إحنا نفهم كل اللغات. كلمي أردني براحتك، كلمي مصري إحنا تمام. ماشي اتفضلي. رح أحط بطاطا معاها اللي هي بطاطس، وبعدين رح أعمل خلطة الطحينة وأحطها. هون بمصر بالطبيعي بتاكلوا انت الكفته مع شويه طحينه هيك بتغمسوها. لا ونم ما تعمليش الحركه دي عشان دي حركه سهله قوي هيك. لا ده احنا عندنا الكفته دي ليها اصول. ايوه احنا يعني الكفته بناكلها صباع الكفته في ربع رغيف ورشه طحينه. أيوة. حبه سلطه خضراء وبنعرف ناكل كفته مش اللي هو عادي. اتفضلي. ايوه احنا بنطبخها بالطحينه. الايه؟ بنطبخها بالطحينه نفسها. بالطحينه يعني هي بتستوي جوه الطحينه. ايوه بتبقى تقيله شويه. تقيلة؟ لا احنا لما بعملها دلوقتي هخففها بمي وبليمون. اوكي بتخففيها شوية. مش سك. لا تمام تمام خلاص هندوق وهنعرف. طب تبلتك ايه في الكفتة؟ هلا بقولك بدنا نحط شوي ملح. ماشي يعني ملح وبقدونس وبصل ده اللي انا شايفه. بقدونس وبصل واللحمة. تمام اوكي هحط على مهلك ملح. ايوه اوكي وبدنا نحط فلفل اسود. وفلفل اسود؟ يس. وبقدونس وبصل وملح وتاني؟ ودقيقة اقول لك. هلا انا بحط جوزة الطيب اوكي بس مرات بحط بداله هيل. هيل. هيل اللي هيل. هو حبهان. اوكي أزود. تمام ماشي. طيب ارجع لمدام امل. اتفضل. ايه الحكايه بقى؟ انا سامع طب بص قبل ما تقفلي عشان انا مش شايف الحله. بص ممكن يكون هم شايفين انا مش شايفها. بص ما شاء الله. حضرتك عملت ايه؟ اول شيء حطينا زيت مع شويه سمنه. تمام. ودخلنا طبعا شوحنا الفراخ عشان ياخذ لون كده التحميره. تمام. وبعدين دخلنا البصل مكعبات او جوانح اي شيء وكل انواع البهارات الخشب. تمام. الحبهان ورق الغار والقرفه. تمام وملحناها طبعا وخلاص. سيبه بقى ايه يستوي. تمام ده كده الفراخ في اول الكلام. أوكي. بتسيبها تتسلق بالطريقه دي. أيوة. شبيهه شويه في حاجات عندنا بنعملها بالسكه دي. يعني من الناس لما اجي اعمل فراخ مثلا احب اشوحها برده واديها بقى بصل وكرفس وكرات. أيوة. وبنحط المرقه تتسلق. تمام دي في بدايه السلق. بالظبط. بعد ما تتسلق هتوظفيها حاجه ثانيه ولا هنشتغل في المرقه بقى؟ في المرقه الشوربه تبعت شوربتها هي عشان ايه نشتغل بالرقاق. اوكي نسقسق الرقاق بالشوربه تبعت الفراخ. حلو قوي الرقاق اللي هو الناشف ده. اي بالظبط. تمام ده حمرناه بالفرن. احنا دلوقتي هنشتغل بالرز. اوكي رز مفلفل ابيض. تمام. أوكي. هشوف روان وارجع لك على طول. تمام اتفضل. ايه بقى شايف كفته بتتقلب؟ صح بس انت بتعملها اسرع بكتير. لا يعني انتوا طبعا اكيد ليكوا سكه في اكلكوا وليكوا ريحه وليكوا نفس. انا عارف الاردنيين شطار جدا وليا ناس كتير جدا اصدقائي بيروحوا الاردن ياكلوا لحوم حلوه.
ده يقال عن كده. ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. لا بلا المشاوي عندك بلا، يبقى عندكم شغل عالي. طيب هتعملي الكفته دي هتشويها لوحدها الاول ولا تحطي كله مع بعض وتدخليه جوه؟ لا راح اشويها لوحدها مع البطاطس. اوكي، وبعدين يعني نص شويه، وبعدين بنخلط الطحينه، بعدين بنحط ونكمل الكفته. حلوه. Yes. طب دي بعيش بقى ولا بايه؟ بص، ممكن تاكلها بعيش او ممكن تاكلها برز. ماشي كده. okay. طيب انا عايز اسال سؤال مشترك ما بين حضراتكم. انا عارف ان فلسطين والاردن قريبين جدا من بعض كتير. مش بس كمناطق او بالعادات والتقاليد وبالاكل. ده انا عايز اقوله. أيوة. صح ولا غلطان؟ تقريبا واحد. واحد. بلد واحده تعتبر. نفس الطريقه في تقديم الاكلات، والتراث واحد غالبا في كله. الاكلات كله، والعادات والتقاليد قريبه جدا. مظبوط. صح ولا غلطان؟ طب ايه ممكن يكون مميز او مختلف ما بين فلسطين وبين الاردن؟ ايه ممكن في الاكل؟ في الاكل في شغلات بسيطة. بص، بالنسبة للمنسف الفلسطيني الغزاوي بيختلف عنه الأردني باللبن الراي بالجميل. يس، بيعملوه بلبن. لبن نسمين عاج انعاج، او لبن المعيز. المعيز اللي هو النعجة. هو النعجة بس دي جمعها ولا انا غلطان؟ مظبوط. صح كده. تمام. لو تتكلم اي لغة هنحاول يعني الغزاوي بدون لبن بالمرقه. بالمرقه. تمام. شغله بالمرقه. هم شغلهم باللبن. تمام. ايه تاني ممكن يكون مختلف؟ اشياء مختلفه. اغلب الاكلات متشابهه. الحلويات اخبارها ايه معاكم؟ الحلويات شرقيه حلوه قوي في الاردن. احنا طبعا مشهورين بالكنافه النابلسيه. كله كنافه نفس الشيء. واللي محشي بالجبنه، واللي معموله بالقشطه، واللي بالقشطه، بكل الاشكال. طب مين يا بابا النهارده تعملوا لي لحمه بس ولا كفته؟ ما كنا هنعمل. ما انت قلت لي توقيت صغنن. واحد ياكل بقى، نبوظ النهارده. انا بصراحه انا كنت عايزه ابدع في الشغل. طب احنا نتقابل تاني النهارده ان شاء الله. ممكن يبقى في حلقه ثانيه. انا هبدع لك في الشغل وفي الحلويات بالذات. انا عايزك بقى تجي لنا مره بقى نعمل حلويات النابلسيه من عينيا. وانت الحلويات برضه عندكم صح؟ نفس السكه كله نفس الشيء. نفس الموضوع. بقلاوه وكنافه. طبعا الكنافه النابلسيه. النابلسيه العسل بتاعها الحلو. هي سوريا. أيوة. اخذتها منا على فكره. وسوريا سرقوها منا. هي اصلا والله. من بلد نابلس بفلسطين. من 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 نابلس فلسطين. من نابلس. السوريين برضه عندهم اكل حلو. ايوه السوريين لا يعلى على اكلهم. السوريين عندهم حلويات قمر. وعندهم اكل طيب جدا، ان هم برضو نفسهم قريب لحضراتكم. بلاد الشام اكلهم كله شبه واحد. كله شبه واحد. نفس الفكره. وفي شيء العادات المتشابهه وكرم والاحترام والادب. ربنا يدين محبه يا رب. ومنورنا في مصر بجد والله. شرف لينا. اتفضل اموريني. عايزه بس عايز تعلي النار. عينينا الاثنين عشان اشتغل البرز. عينينا الاثنين بس كل ما ننزل عليه ميه. استنى بس نجيب حاجه منديل اهو. ماشي. الميه بتاثر فيه ولا يهمك. هو عشان الزيت بس او حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اهم حاجه دي نزيل نشوف الملح بتاعها. تمام الدنيا. حاضر حاضر حاضر. عينيا الاثنين بس. تمام. اشغل بس البوتاجاز لاني في عليه ميه كتير فبالتالي. ايوه كده. تمام تمام تمام. شكرا لحضرتك. شكرا يا شيف. شكرا يا شيف. اوامر امر يا فندم. يا منى صباح الورد. صباح الفل. اهلا بيك يا منى. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. تحت امرك امر. كنت عايز اشترك في مسابقه مع حضرتك. تنورينا. حاضر. عندك كام سنه يا منى؟ 17. وايه اخبار المطبخ معاكي؟ لا بعمل حاجات جامده جدا. يعني هناكل ولا هنتجرب فينا؟ قولي الصراحه من دلوقتي. لا لا حلو ان شاء الله. طب يلا بينا حالا سجلي بيناتك في الكنترول مع زمايلي وان شاء الله نتقابل في اقرب فرصه. حاضر يا منى. حاجه ثانيه؟ شكرا. صباح على كل اللي عندك في البيت. بشكرك جدا منى هنا. شكرا لذوقك يا فندم. طيب انا عايز اوضح بس معلومه بمناسبه منى، ان في ناس بتقابلني او يعني بتوصل لي دايما ان انت بتجيب بس الاطفال وبس الكبار. طب سن ال 16 وال 15 وال 17 يا شيف، هل احنا محرومين من المطبخ؟ انا بقول لحضراتكم لا. وبالمناسبه انا افتكرت لسه دلوقتي فاكر والله، ومنى بتتكلم بتقول عندي 17. ربنا يحفظ كل اخواتنا واولادنا. الاعمار ملهاش دعوه بالبرنامج. اي حد، انا بيجي لي عندي حد 5 سنين يا جماعه، يعني 5 سنين انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ فما عنديش. وبيجي لي 60 و70 سنه ما شاء الله ربنا يحفظهم. فما فيش حاجه اسمها عندي البرنامج دي عمر معين او وظيفه خالص. اي حد بيحب المطبخ ونفسه يجي عندنا ده بيبقى على راسنا وبيشرفنا. فما فيهاش اي شيء خالص من حدود معينه في ارقام او مش عارف ايه خالص. حضراتكم بتشتركوا من خلال
ارقام التليفونات بتاعتنا من على البرنامج، والموضوع بس يبقى شويه بياخد وقت لان موضوع حضراتكم ربنا دي المحبه يعني، الادوار بيبقى يعني مش عايزين نزعل حد مننا، فتنورونا ان شاء الله وتشرفونا. طيب خلينا نرجع لمدام امل، احنا بنتكلمنا على الاكل الفلسطيني وعلى الحلويات، بس ما كناش حلويات لسه يعني. خلينا نتكلم معاك على عادات وتقاليد المائده الفلسطينيه. ايوه يعني احنا عندنا في مصر عاداتنا وتقاليدنا بتقول طبق السلطه أيوة. الخضراء ايوه، وعندنا حبه الشوربه حلوين ايا كان نوعهم ايه، وعندنا الطبق الرئيسي اللي هو مثلا اللحمه او الفراخ او السمك، يلي بقى نوع من انواع الرز او المكرونه أيوة. او ايا كان، دي اساسيات عندنا في المائده بتاعتنا. عندنا الفطار بيبقى برضو نفس الموضوع أيوة. بيبقى ليه علاقه مثلا انواع السلطه ممكن تكون مختلفه او ممكن تكون سلطه كامله، خيارة كامله، خاصيه كامله، حسب كل واحد طريقته عامله ازاي. يعني المقصود عايز افهم حضراتكم ايه السكه عندكم في في الاكلات دي، بتعملوا نفس الفكره ولا مختلفه؟ ايوه هو كله متشابه، كله متشابه. السفره المائده العربيه أيوة. باشكالها كلها متشابهه أيوة. احنا بنزيد، احنا عندنا موضوع المعجنات كتير متداوله عندنا كتير كتير باشكالها، في معجنات بتكون بحشوه الشاورما، في باللحمه، في بالجبن، في بالسبانخ، في كتير يعني. حضرتك بتعملي معجنات حلوه كتير. طب ما احنا يا جماعه كنا عايزين نستفيد بده بجد والله. حلقه خاصه للمعجنات، حاجه تحفه، المعجنات الفلسطينيه او أيوة. الشاميه عامه، الشاميه منها بقى المناقيش بقى ولا بكل اشكالها وانواعها، بكل اشكالها وانواعها، انا حريفه فيها، بتحبيها بعشقها. معلش انا اسف هسالك بس عشان انا مبسوط بوجودك النهارده معانا، وجايلك يا روان حضرت كفته أيوة. وجايلك حضرتك مين اللي علمك المطبخ؟ اكيد والله مامتي الله يرحمها كانت حضرتك من غزة اصلا يا فندم؟ ست المعلمين، ست المعلمين علمتنا كلنا ما شاء الله، كلنا اشطر من بعض، الله اكبر، احنا ست خوات، ست بنات أيوة. كله اشطر من الثاني ما شاء الله، ما فيش واحده بتقول دي اشطر يعني احلى من بعض واشطر من بعض، كلكم احسن من بعض، محترفين محترفين ما شاء الله، وكل واحده بتعمل طريقه معينه، كل واحده يعني كل واحده شغلها اجمل من الثانيه، اجمل واحلى من الثانيه، ابداع يعني ابداع ما شاء الله. ده احنا نيجي عندكم بقى والله العظيم نعمل حلقه في البيت ما شاء الله، احنا بنتشرف بوجودك يا ربنا يخليكي وانت منوره مصر، الله يخليك وربنا يحفظك يا رب. ان الشرف روان. ايوه روان هاني، قولي لي بقى المطبخ الاردني زي ما كنت بتكلم نفس السؤال برضو، انت سمعت السؤال المائده عندنا تبقى كده، انتوا عندكم ايه الاخبار؟ لازم يكون يعني في اكله رئيسيه اوكي، واذا بيجي مع سلطات اوكي، طبعا بنحب يكون في يعني ماما علمتنا انه تكون السفره في مخللات مثلا جرجير، ليمون، البصل، ده لازم الخضروات بشكل لازم دي كبير تمام، والثوابت بقى اللحوم الفراخ السمك ايا كان ده لوحده، والباقي كله موجود بس بشكل كبير قصدك يعني. انا اشوف دايما بيبقى في طبق يبقى كله جرجير، بتقطع بصل كبير، فلفل كبير أيوة. زي اللبنانيين شويه ايوه، احنا عندنا في الاكتر بيكون مش مفروم ناعم اوكي، بيكون السلطه لازم يكون الخس متقطع، الورق بتاعه كبير، حبه الطماطم كمان كبيره، حاجات كامله حاجات كامله تمام زي اللبنانيين يس. انا ليه بقول زي اللبنانيين؟ بس اللي بيكون صغير كده اللي هو التبوله، التبوله السؤال اللي هو بتاع البقدونس والبرغل والحاجات دي مظبوط. حلو قوي. مين اللي علمك المطبخ؟ يعني كنت بشوف ماما كيف لما بتيجي بتطبخ. انا عايز تقدري تخش الفرن، انا عايز ادخلها دلوقتي المسابقه تروح اوكي، دخليها الفرن ونكمل برضو كلامنا ان شاء الله بنرجع لك. طيب حضرتك بتسوي رز ولا ايه ده؟ رز بنفس المرقه، بنفس المرقه تبعت عشان بيطلع دسم، لان الاكله دي عايزه الاكل عايزه دسامه، عايزه دسامه دسامه اللي تكون تقيله شويه تقيله تمام. بتنعمل في المناسبات في العزايم وبتنعمل طبعا مش بالفراخ بس، تنعمل فيك تعملها باللحمه. طيب خليني اراجع مع حضرتك معلش عشان انا شكلي كده هطلع فاصل في اقل من 3 دقايق يا روان هاني، خدي بالك اتفضل لو عندك حاجه خلصت حاجتك هلا بدي انا معايا دقيقتين واطلع فاصل، فلو في حاجه بالفرن هنسيبها تستوي ممكن ناجلها، انا ما عنديش مشاكل بس أوكي. عشان انت عارفه نص الحلقه هيكون خلصان لان معانا كمان ضيوفنا هنا ورونا اوكي طب وحضرتك نفس الكلام اتفضلي، هنوطي الرز ونسيبه يستوي خالص لحد نهايه الحلقه أيوة. ما عندناش مشاكل خالص في الغرف ان شاء الله، اهم شيء انا هاكل ها يلا انا هاكل ده محتاجين جنبيني بقى لازم الاكله هتاكلها النهارده حبيبتي ربي، وانت في برنامج احلى اكل على فكره الله يخليك طيب. احنا ان الشرف. قولي لي بقى انت حضرتك جبت خدت المرقه وده رز بسمتي ورز عادي، خلطت المصري مع البسمتي، انت عملت الاثنين، احنا عاملين يعني ميكس النهارده، بتعملوا كده هناك ولا هو واحد؟ انا هيك لقيت ان ادخل ده على ده بيطلع مفلفل وطعمه جميل وشكله بجد بقى
حلو. طيب قولي لي المعيار بتاع الرز البسمتي بتاع حضرتك بيبقى قد ايه؟ كوبايه قدام كوبايتين؟ اه زي ما احنا عندنا بالظبط بالظبط. طب الرز المصري لما اتحط هل في اختلاف في فكره المرقه زادت نقصت؟ لا زي اثنين مقياس واحد. حضرتك المرقه اللي حطيتيها فيها اي تبهيره؟ فيها اي فيها شيء؟ فيها طبعا، فيها كل انواع التوابل الخشب اللي هي مش نواعم اللي مش هي ناعم، اللي هو اللورا، الحبهان، الحب، المستكة، الكوبيبه الصيني، الفخشب، الفخشب، المستكة، المستكة، كل الحاجات اللي موجوده عندنا اللي في العطاره المصريه هي موجوده في النكهه، مش عايزين نغير اللون. تمام، يبقى اللون كده فاتح وجميل. تمام آه. كده احنا واقفين على التسويه. على التسويه لحظه واحده. طيب روان ايه بقى وصلت لحد ايه؟ اوكي، حطيت ليمون بالطحينه وملح وبنحط قرفه. قرفه يس. تبقى كتير ولا عاديه؟ يعني بنحط، انا بكترها صراحه، بحب القرفه. هلا بدي ازيد مش قوي عشان انا مش قوي مع القرفه. لا عشان يعني كفته مع قرفه بالنسبه انا عارف الاكل ستاندر، بس ما تقرصيش قوي على القرفه عشان مش هتحسي بيها. طب تمام مش هتحسي. طيب بعد ما حضرتك عملت ده احط المي. تمام. عشان خلاص ترجع تفك تخففيها. تمام. وبعد كده؟ وبعدين لما بتستوي الكفته تمام بحط عليها. تمام. الرقاق ده حضرتك هتعملي بيه ايه يا فندم؟ عايزه ده الرقاق احطه في السرفيز واكسره بعدين اسقسقه بشوربه الفراخ. طب نعمل كده لما نطلع فاصل عشان لما نرجع يكون معانا 72 تانيين مش عايزين ناخد وقتهم. يس اتفضلي. كده عايزه مضرب اسهل لك؟ يا ريت. اتفضلي. تمام. طب يلا قولي بقى بنطلع فاصل نشوف اسماء صفحه حضرتك فين اسمها ايه؟ لؤلؤه الشام. لؤلؤه الشام يا شباب. لؤلؤه الشام. عايزين نشوف صفحه لؤلؤه الشام. هي لسه صفحه جديده. صفحه لسه جديده. كنت عامله الصفحه الاوليه وقفلت وبعدين فتحنا الصفحه دي. احنا هنفتحها اول شيء بحضرتك. طيب. وبعدين هتبتدي ان شاء الله في الفيديوهات الجديده. حضرتك الاكل الصفحه دي من خلالها هتبداي تبيعي اكل وتوديه تخلي حد مثلا يقدر يوصله للبيت زي ما انت بتعمل في البيت بالظبط؟ ايوه ان شاء الله. طب تعالي معايا كده. سيب المعلقه تعالي كده معايا. انا احب اقف جنب امهاتنا الجمال اللي زي حضرتك. كل امهاتنا دي الصفحه بتاعت حضرتك يا فندم. ايوه هي دي صح كده. تعالي اقف هنا كده. طيب حضرتك دي صفحتك. أيوة. اسمها لؤلؤه الشام. ايوه. حضرتك من فلسطين وعايشه في مصر. وهتبداي متجنسه مصري طبعا. متجنسه يعني متجوزه مصر. تمام. يا اهلا وسهلا بيكي. وبتعملي مشروع في البيت. تبداي تطلعي الاكل بتاعك يروح لحبايبنا. أيوة. في البيت صح كده. بس بقول الكلام ده قدام الكاميرا. انا وانتي والصفحه بتاعتك. الصفحه بتاعتك عليها قد ايه دلوقتي؟ هي لسه مبتدئه. لسه مبتدئه. طب ماشي الكلام. خليكي فاكره بس اللي حصل ده. أيوة. عشان تبقي يعني افتكرينا ان شاء الله. ماشي الكلام. اتفضلي. ربنا يخليك. الله يخليك يا شيخ. وعايزين بقى نبقى نطلب منك اوردرات بقى تنورينا بقى باذن الله. ان شاء الله خلصت عندك حاجتك. ياب. طب يلا عشان صفحتك اسمها ايه؟ روان عبد الملك. انت هتعملي فيها بزنس ولا مش عامله فيها بزنس؟ لا هي بس للهوايه. بس كده هوايتها بس خلاص يا جماعه. يس. تمام. طيب بعد ما تعملي الطحينه دي هتعملي ايه؟ مستنيه الصينيه يعني تستوي شويه وبعدين بحط الطحينه على الكفته. وبنخليها تستوي على الاخر. تمام. يعني انت سبتيها الاول تاخد تسويه لوحدها اللحمه المفرومه نيه. مزبوط. مع البطاطس نيه. مع البطاطس. واول ما يستوي شويه هتبدا تحط عليهم الطحينه. مزبوط. عشان تكمل تسويه. مزبوط. انا بس بقفل النقط دي عشان لما اطلع الفاصل. ايوه نرجع يبقى الناس عارفه ايه اللي حصل. عارفه عملنا ايه. حضرتك استغلي ده حاجه. ايوه عايزه اكسر الرقاق. طيب انا هساعدك بحاجه حلوه جدا. طبق تبع السرفيز. واحنا بنطلع فاصل يا ابراهيم تبقى باينك ده كده حضرتك يا فندم. ايوه زي ما هما كده. كسره لي كده على مش ناعم، خشن كده شويه كده. تمام. ممتاز ممتاز ممتاز. اتفضلي كده مظبوط. اوكي تمام. تعالى نطلع فاصل صغير جدا. بعد الفاصل هيكون معانا اتنين من امهاتنا ينورونا وشرفونا. نخلص الطبخه اللطيفه ان شاء الله في اللي جاي. نتجمع في اخر الحلقه بقى مع كمان كل حبايبنا ونشوف اخبار الاكل ايه بعد الفاصل. اتفضلي. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. زي ما حضراتكم شفتوا من شويه اتنين من نماذج الامهات والاخوات اللطاف. اكل فلسطيني لطيف واكل اردني. النتيجه ان شاء الله هتكون رائعه. اتمنى تكون حضراتكم شفتوا الاطباق بشكل يكون سهل وبسيط. السيجمنت الثاني او الجزء الثاني عندنا الاستاذه ريهان ومدام سعاد. يا اهلا بيكم. يا اهلا وسهلا. اتفضلي. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. اخباركم ايه؟ منورينا. شفتوا الجزء الاولاني من الاكل الفلسطيني الاردني؟ شكرا. رايكم ايه؟ جميل. قريب مننا برضو. مش بعيد وبنعمل هي كله ونفس صح. بس بيختلف النكهات والتتبيلات والبهارات لان كل بلد او كل حته ليها تتبيله مختلفه. يعني البهارات
بتخلي طعم الاكله بيتحول بشكل غير طبيعي. ممكن ليمونه، ممكن نوع زيت، صح. لكن الحاجات كلها ثابته عندنا موجوده، فيا رب يكون عجب حضراتكم. طيب هتعملوا لنا ايه؟ نبدا بحضرتك طبعا مدام سعاد. انا بعمل مخللات ومربات. يا سلام، احلى مخللات واحلى مربى. انت هتدلعينا النهارده، هتعمل لنا ايه؟ هعمل خيار ومخلل، وهعمل تين، مربى تين ومربى جزر. اولا انا قبل ما اتكلم عن المنيو انا بشكرك على الحاجات الحلوه اللي جايبها لي دي، وانا انت جايبها لي مش انت تاخدها انا مروح، بس انا حبيت اطلعها للناس اهم ما ناخدها عشان يشوفوا شغل حضرتك الحلو ونظافه الباكنز بتاعتك او التغليب بتاعك عامل ازاي، فده شيء يعني محترم. بص يا ابراهيم عامل ازاي الفلفل الكامل، شكله محترم جدا، وهنا كمان الهالبينو مخلل، وهنا كمان الليمون باصفر، وهنا كمان ده ايه يا فندم؟ مربى بلح باللوز. مربى بلح باللوز دي مسكره طبعا اكيد، صح كده؟ لا بس السكر بتاعها معتدل يعني، وشايف فيها قرنفل وشايف فيها دلع. وعجبني قوي كمان معلش التغليفه الحلوه دي، يعني شكلها خواجاتي كمان، يعني حاجه تحس ان انا جاي لي بطرمان من اليونان مثلا، ولا انا غلطان؟ صح. السكه دي خد بالك برده بيتباع كده بره، نفس السكه دي. ايوه فما شاء الله عليك. حضرتك عندك صفحه للمنتجات دي؟ ايوه عندي لاف انجار. لاف انجار انجار جيبها حالا دلوقتي عشان نشوف شكلها عامل ازاي. وحضرتك ايه المنتجات عندك؟ انا كل المخللات، حتى بعمل المخللات اللي هي بدون ملح واللو صوديوم وبالملح اللو صوديوم. طب قبل ما نشتغل تعالي عشان نشوف الصفحه بتاعتنا، تعالي اتفضلي تعالي. انت منورانا انت من مخلل والكلام ده كله. دي صفحه لحضرتك؟ ايوه. حضرتك بتعملي على المخللات بقى وبتبداي، انا شايف كمان في اسعار حضرتك حطاها من بعيد مش شايفها، وده مشروع حضرتك عاملاه. نقف كده قدام الكاميرا بس كده. دي حضرتك بتعملي المشروع ده بتوزعيه من خلال تليفونات او دليفري؟ صح كده؟ وحضرتك ساكنه الحته اصلا في اكتوبر، يعني هنا جنبنا، احنا نبقى زباينك. اتفضل واحنا معاك في اي حاجه، وهندوق المخلل بتاعك دلوقتي وحاجات والمربى بتاعتك، وكلنا نبقى زباينك وهناخد منك انت مش اي حد تاني. الله يديك. ماشي الكلام؟ انت منورانا. ودي صفحتها يا جماعه، هندوق النهارده المخلل وهنشوف كمان المربى عامل ازاي من ايد حضرتك مدام سعاد. اتفضلي منورانا. اتفضلي. ايوه بقى انا جاي لك ما تقلقيش. طب ناخد استنج المسابقه ونطبخ عشان ما نضيعش وقتنا. اتفضل. ريهان هانم. ليه مش ريهام؟ مش عارفه يعني بالنون. كان عايز بالنون. يعني ده مين اللي صمم على النون؟ بابايا. باباكي. طيب ربنا يحفظه لك يا رب ويخليكي ليه. انا شايف انت هتكتبي النهارده كاتبه قدامي مسقعه. ايه بقى؟ اكله مصريه اصيله. ما احنا اتفقنا النهارده ان كل واحد يعمل التخصص بتاعه. زي ما شفنا من شويه بقى المنسف، وشفنا من شويه الكفته بالطحينه، دي اكلات عندهم اصيله قوي. احنا كمان عندنا مسقعه حلوه بتاعه فطار. طيب. وغدا وعشاء. الايه يا فندم؟ بقول لك فطار غدا عشاء. بتنفع وسخنه وبارده. صح. وبالبطاطس من غير بطاطس، مفروم من غير مفروم، مسقعه بالبشاميل اللي ماشي، كله يمشي. كله بيمشي. طيب ابداي اطبخي وندردش مع بعض. اوكي. ايه اخبار المطبخ معاكي؟ كويس. عندك مشروع او بتعملي اي حاجه؟ لا انا واخده الموضوع هوايه اكتر. هوايه اللي هو انا بحب الطبخ، والناس ما بتاكل يقول لي اكلك حلو اكلك حلو، فاتعاملت على الاساس ده. تمام. ان انا من الاساس ده خلاص انا عايزه اعلم، انزل وصفاتي واعلمها وخلاص. لكن كان مشروع ان انا ما فكرتيش ان انت تعملي صفحه وتبداي. عندي صفحه. عندك صفحه اسمها ايه؟ ريهان مجدي اوفيشال. طب هم بيخشوا الصفحه يعملوا ايه؟ يشوفوا الوصفات يعملوها، لكن ما بيشتروش منك حاجه. لا يشوفوا يعني يتعلموا من حضرتك يعني. يلا بينا ننزل الصفحه يا رب بعد اذنك للاستاذه ريهان، عشان انا احب دايما يعني ايه، حتى لو مش هتبيع وتشتري بس خلاص يعني انت موجوده النهارده في حلقه، فعلى قد ما تقدري استفيدي من وجودك، وده دوري. انا الصراحه بحب اعمل كده، ما دام الحلقه هي الفكره بتاعتها لافاده حضراتكم يبقى لازم تستفيدوا بكل شيء. يعني لعل يكون واحد يكون سبب حاجه كويسه لاي حاجه في اي حد ان شاء الله. تمام. طيب مسقعه بقى مين اللي علمها لك؟ مامتي. مامتك. ايه بقى الحكايه؟ هي كده ليها طريقه كده ان هي تتكلمي. بص على الكفته اللي في الفرن بس عشان بس ايه ان احنا لازم ما تروحش يعني من الكفته بتاعتك مش كده على طول يعني. الايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. الكفته خلصانه اهي. تمام. هنسيبها على جنب لحد بقى ايه ما روان تيجي تقول هتحط عليها الطحينه، صح كده انا غلطان؟ وتدخليها تاني يعني اعمل كده ولا لما نرجع؟ مش زي ما احب ده طبق حضرتك، انا بكلمها من ورا الكاميرات، وده حاجه غريبه جدا عشان بس نكسب وقت. على وش حبه كده وحطها في الفرن تاني. اوكي. طيب معلش يا ابراهيم عشان بس انا مش عايز لما ارجع من
طيب ما انا برضو مش عارف هي عايز تعملها ازاي. تعالي اعمليها بس من غير صوت لاني ما فيش مايك. اوكي طيب اتفضلي. بحيث ان احنا برضو ايه ما بقاش عطلان طبخه حد. انا ده اللي بخاف منه ان ممكن ايه اسيبها شويه تيجي بعد الهوا تقول لك لا والله سبت الكفته بتاعتي وما طلعتش مظبوطه وتطلعها فيا في الاخر. على مهلك. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. اتفضلي. انا بقى عايز تعمل ايه في الحله دي؟ تحطين على السكر. يا سلام. ادي الحله سخنه صح؟ لا انا ما كنتش عايزاها سخنه بس عادي. لا ما دام مش عايزاها سخنه دي حاله ثانيه. لا خلاص تمام يعني؟ مش تمام. حضرتك بتجيبي بقى انا شايف في تقطيع خيار وشايف في تقطيع تين، ايه الحكايه؟ هتعلمينا بقى المربى؟ المربى اهم حاجه في المربى ان يكون الثمره حلوه، مش اي الثمره البايظه ما تنفعش. الثمره البايظه او الطريه قوي او المستويه قوي ما تنفعش. لا وبعدين تمام. حضرتك يبقى السكر مظبوط يعني السكر مظبوط للمربات. الخيار مثلا المخلي المخللات برضو لازم تبقى يعني الثمره حلوه جدا يعني الحاجه البايظه ما تتعملش. يعني حضرتك كلامك من انا فاهمه دلوقتي ان حضرتك ضد فكره ان احط فاكهه مستويه قوي او خضار قديم في فكره المربات. مش هينجح. وبعدين الملح الملح البحري طبعا هو احلى اللي هو السي سولت اللي هو مخرز. تمام. طيب انصحينا واحده واحده عشان ما توهش من حضرتك. المربى التين انا جبت عندي كيلو تين دلوقتي عايز اعمله مربى، اعمل ايه؟ اغسله غسله نظيفه، اصفيه، اقطعه اربع ارباع، وبعدين تحط عليه نص كيلو سكر. يبقى كيلو عليه نص كيلو الكيلو ال 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 التين عليه نص كيلو سكر. تمام. وتسيبه ممكن في التلاجة لتاني يوم من غير اي نار وغير اي حاجه خالص. من غير اي حاجه هتلاقيه عمل يعني عمل الميه بتاعته غطت. حلو. تحطه على النار وتعصر عليه عصره ليمون. في ممكن تحط عليه منكهات بس انا بحبه كده بيور. خلينا ناكل حاجه صحيه بتاعتنا طبيعيه. ممكن تحط عليه قرنفل او قرفه حسب اللي انت عايزه. خلينا نقول طبيعي. كيلو الفاكهه اي فاكهه نصها سكر. لا بس الجزر مثلا بيحتاج اكتر. قد ايه مثلا لو انا جايب كيلو يعني جزر؟ يعني حضرتك انت الكيلو الجزر بيحتاج كيلو سكر بس بتضيف عليه حوالي نص كيلو او كوبايه كبيره عصير برتقال عليه وهو بيتعمل مربى. مظبوط. طيب السؤال بقى الثاني. انا بعد ما احطها في الثلاجه قبلها بيوم اجي ثاني يوم مثلا زي الحاجات دي مثلا دي ما تنفعش؟ لا ما تنفعش. شوف ابنك برضو لماح ازاي. شفتها من بعيد قلت يمكن تكون حضرتك مش واخده بالك منها. طيب بعد ما احطه عندي اسيبه عندي في الثلاجه لمده يوم او ثاني يوم هبدا اشتغل بيه. اطلع احطه على النار قد ايه وقت؟ هو بيساعد يعني هو له تيست. ساعه انت ما تلاقيه بتعمل على طبق بتجيب شويه من الصوص بتاعه وتحطه تلاقيه تقيل شويه. زي الشربات التقيل بتاع الكنافه مثلا. يبقى هو كده استوى. المية السكر لما يتحلل مع الخضار مع الفاكهة بس بتعمل عليه عصرة ليمون. في ناس بتحط ملح ليمون بس انا مش بحط ملح ليمون. حضرتك بتحطي ليمونة عادية نص ليمونة. تمام. وبعد كده خلاص هو كده. التعقيم بقى لو حضرتك مثلا عايز تعقم البرطمان طبعا لازم يتعقم قبل ما تحط فيه. يتغسل ويتنشف كويس او تحطه في الفرن او في مية مغلية. تمام. ده تعقيم البرطمان عشان يبقى عندي قبل ما تحط فيه تمام ويتنشف كويس ما يبقاش فيه عيد ميه. مظبوط كده انا غلطان؟ تمام. وبعد كده بقى اسيبها لما تبرد خالص. تبرد او ممكن تعبيها وهي سخنه تقفل وتحطها وتغمر البرطمان في ميه سخنه. تاخد غلوه بالبرطمان بعد كده تخزنها بقى براحتك. طب معلش واحده واحده يا ماما انا اسف عشان انا لو المعلومه ليا انا صعب ممكن بس الناس تسهلها اكتر. انا دلوقتي هعيد تاني. انا اسف جدا في لا بس بستفيد من حضرتك والله. وحضرتك بالنسبه لنا يعني مصدر ثقه كبيره جدا كأم مصريه وكمان بتعملي حاجات افكار غالبا شبه ما بقتش موجوده دلوقتي. فحضرتك بالنسبه لنا تراث قوي جدا ما بهرجش. الحاجات دي بقى لها كتير جدا ما بتتعملش في البيت وانا ضد ده ودايما دول خلاص حضرتك الزبادي خلاص تمام سيبيها. وانا حضرتك كمان انا ضد يعني فكره ان ننسى العادات والتقاليد بتاعه البيت بتاعتنا. فيبقى هنجيب عندنا واحده واحده كده هعيد تاني. كيلو التين نص كيلو نص سكر. كيلو سكر نص ليمونه بسيب الاول التين بالسكر في الثلاجه لحد تاني يوم الصبح. ابدا اضيفه من الثلاجه زي ما هو كده في حله عليه نص ليمونه واسيبه لحد ما ينهار ويبقى مربى. ابدا خلاص كده خلاص اجرب اطلع بالمعلقه اشوف قوام العسل بتاعه بقى تقيل شويه يبقى العمليه نجحت خلاص. بجيب عندي البطرمان
بنضفه كويس جدا. بعد كده بعبي البطرمان، وسقه البطرمان في حله بتغلي عشان ايه بقى؟ عشان يتعقم ويتقفل. عارف التكه لما بتفتح برطمان متبرشم بالتكه دي؟ هو بيعمل كده من الميه السخنه دي. والميه السخنه نفس اللي بيحصل في الصلصه وفي المربات اللي بنشتريها بالشارع وكل الحاجات دي كلها. هو بيبقى عامل نفس العمليه. لا هما طبعا المصانع بيبقى عندها طريقه ثانيه للتعقيم، بس الطريقه دي بتاعت البيت. تمام، يبقى عقمت البطرمان من جوه ومن بره بعد ما قفلنا عليه بالفاكهه بتاعتنا ونقفله ويطلع معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. صح كده؟ صح. طيب الخيار المخلل، ايوه حضرتك دلوقتي بتقطعي الخيار وبتحطيه في بطرمان بدون اي شيء. شايف البطرمان بيلمع، شايف النظافه، تحطي الخيار وبعد كده انا بقى بعمل الخيار. الخيار ده ممكن تاكل منه بعد ساعه مثلا. بعد ساعه؟ تمام. بتملى البرطمان خيار او كيلو خيار مثلا. تمام. بتحط كوبايه ونص ميه. ده كوبايه ونص ميه. نص كوبايه خل. ونص كوبايه خل. ومعلقه كبيره ملح. ومعلقه كبيره ملح. ومعلقه الا ربع سكر. تمام. وبعدين فص ثوم. فص ثوم كنت لسه اقول لك، فص ثوم وليمون لو عايزين. لا فص ثوم بس. تمام. ميه تغلي بتحطها على الخيار وتقفل البرطمان. هي خلاص غليت، انا ساعد حضرتك حطيها نوت. بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما احنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دي كوبايه ونص من الميه. ايوه. نص كوبايه من الخل. مظبوط كده يا فندم. معلقه سكر ومعلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره من الملح وفصين ثوم. وابدا اغطس او اغطي الخيار المخلل بالمنظر ده لحد كده. شكرا. واقفه خلاص كده، مفيش اي حاجه تانية تحطيها؟ لا. قرن فلفل ممكن الحاجات دي ولا بلاش؟ هو الخيار حسب الرغبه، لو عايز سبايسي ممكن نحط قرن فلفل حلو كده في النص، وممكن لا. تمام. وبعد كده برضو ممكن انت هتقفله كده، ممكن تقلبه وممكن تسيبه زي ما هو. طيب هيفرق؟ هي لا بس عشان تعقيم ال اوكي هنا كده هتفرق. تمام. ده كده برضه هيحصل فيه نفس التكه كده. ما دام قلبته، ما دام حطيت الميه بتغلي فيه اوكي. ومش محتاج ان احطه عندي في حاجه ثانيه خلاص. لا كده. لا خلاص. تمام جدا. ده بالنسبه للبطرمان، خلينا نوضح كده. ده البطرمان الخيار المخلل اللي هو كمان ساعه ابدا اكله. تمام جدا. ولونه هيتغير من الخل ومن السكر ومن الليمون ومن الملح. مظبوط كده؟ حطينا ليمون ولا لا؟ ما حطيناش ليمون. لا لا. تمام جدا. حطينا خل. طيب. هنا ده لسه بينهار، خلينا نروح واشوف اخبار مدام بالمسقعه ايه بقى؟ ايه بقى؟ خلصت. ها؟ خلصت خلاص. عملت ايه؟ خلصت خلاص. طب اللهم صل على النبي، ده احنا زي الفل اهو. معلش اتلهيت هناك بقى، انت عارفه التفاصيل هناك جامده جدا. طنت بس ما اقدرش. طنت براحتها. لا قولي لي بقى، عملت صوص الطماطم بتاعك ازاي؟ بحط الزيت الاول وبعدين توم، وبعد ما التومه تتشوح سنه بروح نازله بحبه كمون واطشها بخل. اوكي يبقى عندنا دي صوص طماطم بتاع مسقعه. وعملت ايه؟ بتنجان احنا محمرين. محمرهولش. تمام ماشي. وايه تاني؟ بس وبعد كده عملت ايه بقى؟ عصقت اللحمه، حطيت زبده يعني عملت البصله شويه دبلتها. انا بحب البصل الاول يتدبل. ما شاء الله. وبس سويتها كده وهخليها تكمل في الصلصه عشان بعد كده احطها على طول كله مع بعض. وتعملي الصوص مع اللحمه بس، ده يستوي لوحده وده يستوي لوحده عشان اتاكد بس ان اللحمه استوت. برافو عليك. طيب انت بتحبي تحطي بطاطس جوه المسقعه ولا لا؟ ساعات بحب. انا بحبها قوي بطاطس بالحفله. ساعات صوابع سوري ساده، بس بالاكتر المسقعه بالتغميس. ايوه. انت ولا صفحه؟ اي حاجه. اي حاجه. انا عندي المشكله انا بحبها صينيه ولا بايركس؟ في صينيه عاديه. ايوه ومش في الفرن كده القديمه دي. ايوه مش بحبها في الفرن. ايوه صح كده. زيت كتير ولا قليل؟ لا مش كتير. برافو عليك، عشان ما يبانش على الوش تحس ان فيه، عشان ما تعملش حموضه، برميت بترول على وش حموضه الموضوع. طب انا عندي فكره لحضرتك، ما اعرفش بتعمليها ولا لا. ايه؟ في ناس تحب تعصر عصره ليمون على صلصه طماطم او ربع ملعقه سكر. انا مش لاقي، ما انا ما لقيتش سكر. لا ده احنا عندنا خير ربنا كتير اهو. فين؟ هجيب لك سكر حالا. ما انا ما لقيتش سكر. عيني هجيب لك سكر. كنت بتتكلم بقى فما عيني. لا ده انا في امرك بس لازم طبعا، انت عارفه بقى الحاجه كمان النهارده لازم نستفيد منها بكل المعلومات اللي عندنا دي. طيب بعد ما عملت المسقعه صوص طماطم وحطيت عندك لحم مفرومه، تبداي ترص بقى حاجتك كلها. عايزه صينيه ولا عايزه بايركس؟ في البايركس يا فندم. البايركس اهو. البايركس تمام؟ طيب. موجود موجود. طيب اوكي خلينا بص على اللي في الفرن بيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، شايف الامور تمام ولا لسه شويه؟ تمام معايا؟ تمام. انا بس بقول تمام، هي استوت ولا لا؟ شويه. تمام.
طيب ده معانا قد ايه كده؟ الله الله الله. هنا الجزر بقى انا ما خدتش بالي من الجزر. حضرتك عملت ايه في مربه الجزر؟ حطيت جزر وسكر وعايزه قد ايه وقد ايه يا ماما؟ يعني قلت لحضرتك الكيلو سكر بياخد كيلو كيلو جزر كيلو سكر. بس في كوبايه عصير برتقال. كوبايه عصير برتقال وكوبايه ميه. وكوبايه ميه تمام. ولاني مش بسلقه. ما بتسلقهوش مبشور. تمام. وبياخد وقت طويل في السوا. وبعدين ليمون وفي الاخر غلوه خالص بنحط كام حبه قرنفل معايا. على نار هاديه ولا عاليه؟ لا على نار هاديه. هاديه خالص انا شايف الدنيا هاديه. يبقى انا اجيب عندي كيلو جزر. اصل انا بعيد لي وزيد انا اسف عشان لا 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 دي احنا بنكتسبها من حضرتك. اخواتنا اللي في البيت اللي حابين يعملوا الفكره دي حتى لو يعملوا النهارده يبقى برضو عارفين القصه ماشيه ازاي. ولو حد هيشتري من حضرتك يبقى عارف طريقه عملك ازاي. فاهمه قصدي ايه؟ فيبقى كيلو الجزر قدامه كيلو سكر. قدامه كوبايه عصير برتقال فصين قرنفل في الاواخر. وليمون وليمونه. ولا نص ليمونه؟ لا الكيلو بياخد ليمونه. الكيلو ياخد ليمونه معصوره ولا كامله؟ معصوره. معصوره واسيبهم على نار هاديه. لما ينهاروا ويبقوا مربى ابدا اطلعهم بقى خلاص صح كده. والجزر بيبقى لما بيبقى شفاف بيبقى شويه شفاف لما بيبقى خلاص بقى بعد ما يتكرمل بيبقى شفاف. تمام. في سكر ولا اكيد في سكر؟ السكر فين يا شباب؟ انا مش شايف السكر في اي درج الاخير. لا انت رايح فين؟ انا هنا. طب حاضر بسم الله. تمام تمام. ما انا بقول برضو في حاجه غلط. اتفضلي يا ماما انا اسف. عايزه الليمون بس. عايزه ليمون عينيا. اتفضلي ليمون متقطع ومتفصص كمان. طيب قولي لي ايه تاني عند حضرتك يا فندم تعلمه لنا. شوف بقى عصره. ثانيه واحده يا ماما بس. شوف ابراهيم عصره الامهات في الليمون عامله ولا احلى 100 شيف ولا احلى 500 شيف في الدنيا. شوف المنظر وشوف الضحكه بقى اللي بترد على الليمون. ما هتفرق يعني لما تعصر الليمون وبتضحك غير ما تعصر الليمون ده مكشر. هتقول لي ايه؟ اقول لك لا كتير. ربنا يحفظك يا ماما ويديك الصحه ودايما تعملي كده وتعيشي وتعملي كل خير يا رب الناس كلها. الله يديك الصحه. طيب هو انا وقت المسابقه خلص بس وقتكم انتوا ما خلصش. يعني وقتها القانوني على الشاشه خلص. اوكي. ولكن حضرتك يعني تعملي انت عايزاه طبعا. انا بحب الامهات اللي زي حضرتك جدا. الله يخليك. وبتشرف ان تنوروني. احنا كلنا بنحبك والله. والله بتعلم. بنحبك وبنحب باباك. ربنا يخليك ده انتوا اهلنا. ربنا يديم محبه. طيب يا فندم حاضر. يا درش صباح الفل. الو. اهلا اهلا مصطفى ازيك؟ الو. ايوه يا مصطفى ازيك؟ صفا يا شيخ. صفا العيب. انا اللي بعتذر دايما بناء عن زمايلي. انا اسف معلش. لا لا ازيك يا صفا عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله بخير الحمد لله. الحمد لله تحت تمام. امرك امر. كل سنه حضرتك طيب. وانت بخير وسعاده. شكرا. قبل 100 سنه كده بصحه وسعاده يعني. ربنا يخليكي تسلمي كلك ذوق. شكرا لذوقك. كنت عايزه اشترك لابني ياسين. تمام. احلى عينيا الاثنين. حاضر. عنده كام سنه ياسين؟ عنده 10 سنين. ربنا يحفظه لك. حاضر يا فندم حالا دلوقتي في الكنترول. شاطر جدا يعني ربنا يحفظه لك يا فندم ويخليه لك. ربنا يخليك. وماما بتحب حضرتك جدا جدا جدا. صبحها عليها جدا جدا. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. وما بتفوتش حلقه يا سيدي. شرف ليا يا فندم المتابعه والله. تسلمي. يا بسرعه الشيف علاء ابتدى. ربنا يحفظها يا رب ويديها الصحه ويخليك. تعمل كل اكلاتك وكل وصفاتك. شكرا شكرا جدا ليك ونبي تحيه كبيره جدا لمامتك. ربنا يحفظها. ونفسها تكلمك يعني نفسها تكلمك شخصيا. طب اديها لي لو جنبك يلا. طب اديها لي. هي مش معايا دلوقتي. طيب في اي وقت تنورنا او تكلمني ويوم ما يكون كمان ابن حضرتك موجود في المسابقه ممكن تنورنا هي كمان نشوفها. تمام تمام. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا واتمنى في الكنترول مع زمايلي خدوا بيانات. حاضر. رؤيا هانم. اهلا بيك. صباح أهلا الورد. بيك اهلا بيك يا رؤيا هانم. ازي حضرتك اخبارك ايه؟ حبيبي عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم كله بخير. اهلا بيك. انا عايزه اشترك مع حبيبي باحلى اكله. عينيا الاثنين. يا سلام ينورنا وشرفنا. حالا في الكنترول مع زمايلي. ربنا يخليك. احنا مستمتعين باكلك جميل والله. ربنا يخليك يا ماما. شكرا لذوقك والله. تسلمي. شكرا. حالا في الكنترول مع زمايلي. سجلوا بياناتكم وتحت امرك يعني شرفنا ان شاء الله. طيب بمناسبه التعييد انا بس قبل اي كلام انا يعني لازم بس كده ايه نشكر
كل الناس من امبارح لحد النهارده، كل الناس اللي هنتني بعيد ميلادي، انا بشكركم شكرا جزيلا. ايه طبعا يعني على كل الصفحات وعلى كل حاجه، بس يعني لو قعدت كل شويه اكتب الكومنت او ارد على اللي قال لي كل سنه وانت طيب، يعني غالبا ممكن اخشى ان انسى حد، فبعتذر لكم طبعا لو ما ردتش بالكامل لكل الناس. انا بشكركم شكرا جزيلا، والعيد بيبقى عندي عيد ميلاد او عيد سعيد بكلام حضراتكم. شكرا جدا لحضراتكم، وشكرا لكل واحد يعني افتكر يوم عيد ميلادي وقال لي كل سنه طيب. شكرا جزيلا. نشوف الكفته. حاضر حاضر. ممكن ادخل دي بقى افندم؟ ادخل الفرن. اتفضلي يا فندم. اتفضل. مش هيحمر افندم؟ مش بس يحمر، هيحمر ان شاء الله ما تقلقيش. طيب انا عندي فاصل صغير جدا، بعد الفاصل بقى نطلع ونرجع مع حضراتكم، معانا كل بقى الطقم اللطيف وكل الاكل الجميل ان شاء الله بعد الفاصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله، وبجد مع احلى اكله من حضراتكم، نورتونا وشرفتونا. انا مبسوط جدا من اختلاف ثقافه الاكل النهارده، الاكل الاردني والاكل كمان الفلسطيني والاكل المصري وبسقعتنا الحلوه والمخللات والمربات. الموضوع اسامي كبيره، يمكن بعض الناس يعني تسمع الاسامي تقول ايه ده يا عم، ده كان فين الحلقه دي، بس هي الحقيقه هنا. يعني حضرتك طبعا يعني منظر المخللات الحلوه دي حاجه مفرحه جدا، مبسوط جدا، وهندوق وهنعرف كل حاجه. شكل الكفته اللي البطاطس والطحينه مبهر بجد، تسلم ايديكي، رائع. وكمان شكل المنسف بقى ده بقى حاجه تانية خالص، هندوق دلوقتي واحنا بنتكلم. وايه الخلطه اللي حضرتك حطيتها على الاخر دي؟ دي دقه بقدونس وفلفل وتوم وعصير ليمون. دقه زي بتاعت البتنجان كده. الله تبقى حلوه سبايسي دي. والعيش الرقاق مكسر مع الرز. أيوة. تمام. وهنا في طب انا ادوق واحنا بنتكلم. هندوق الاول حالا، وهاخد تليفونات حالا. طب انا هاخد عشان ما حدش يزعل بس مننا، يعني مش هتشوف طبعا. الو الو الو. ايوه يا لولو. اهلا 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 اهلا. يا سلام على كلمه الو حافظها. ازاي حضرتك يا عم صلاح حبيبي؟ اخبارك ايه يا حبيبي، عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. ما تقوليش بقى عايز مخلل بقى، ولا عايز فراخ، ولا عايز لحمه؟ لا 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 لا، ولا قبل المخلل والحاجات دي كنت هقول لك، انت بتحرقني اللي انا عايز اطلبه منك. بص، بعد السلام عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى جمهورك الجميل، كل سنة وانت ابني وحبيبي وصاحبي، وعايزة بسرعة كده عشان انا عارف ان ده الفصل الاخير كنت بنامك حبيبي، بسرعة عايز اقول للناس من خلالك علاء محسن بنامك الحلو ده، فضل. الوجه الاخر للشيف علاء الشربيني، الرجولة، الكرم، حبيبي، الجدعنة، فعل الخير. انت على طول دايما سباق في فعل الخير حبيبي يا عم صلاح، والله الله يبارك لك. انا دايما اقول لكل اللي حواليا، انا عندي ثلاث بنات بس انا علاء الشربيني جابني، انا بعتبره ربنا ما يحرمنيش منك، وانت عارف انت غالي. تحياتي للامارات اللي معاك، ربنا يخليك يا عم صلاح. والله وبقول لك ايه، عايز تشكينه بقى من الحاجات اللي عملوها؟ هجيبهم وانا جاي كده كده، انت فاهم، ما تقلقش، هنتغدى بيهم النهارده. هابي بيرثدي تو يو حبيبي يا عم صلاح. والله حبيبي حبيبي والله حبيبي يا حبيبي يا عم صلاح، والله العظيم حبيبي حبيبي حبيبي. بشكرك 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 عم صلاح عبد الله، عمدة الفنانين في مصر. راجل ده انا بشكرك شكرا جزيلا، اب واخ وجار وكل حاجه حلوه في الدنيا. انا بالنسبه لي عبد صلاح انتيمي، ده ممكن ناس كتير جدا ما تعرفوش. عبد صلاح من الناس المحترمه العزيزه، يعني لو قعدت اتكلم خمس حلقات ما اقدرش اوفي بجدعنتك وخيرك علينا دايما بكل حاجه، ربنا يخليك لينا. الاستاذ الفنان الكبير عمنا صلاح عبد الله، بشكرك على المعايده الجميله كده. احنا فعلا جالنا عيد ميلاد. عيد سعيد ان شاء الله. اقول ايه بعد المفاجاه الحلوه دي؟ مطبخينها سوا بس انا عارف صوتي طبعا. طيب عشان ما اضيعش وقتكم، انا شايف انا دقت الرز ده بسرعه. ابراهيم قول لي
حالا حالا بالا افندم. حاضر. كفته بقى الاردني دي. لا الاردن ده جامد قوي. صح كده؟ فيها مزازه حلوه. ايوه. تسلم ايديك رائعه. ثانك يو. دقنا هنا. ما تيجي تاكل معايا وخلاص. مالكم في ايه؟ ده بعد المكالمه بتاعت عم صلاح دي انا المفروض ما اصلا خلاص اروح. ايه التسبيكه الحلوه دي؟ ايه التسبيكه الحلوه دي؟ وعايز طبعا افتح المخلل الحلو ده بس هاخده بقى عشان هسيبه لعم صلاح النهارده. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. نورتونا وشرفتونا. ومش عارف اقول لكم ايه بصراحه، يعني بعد الاكل الحلو ده انا مبسوط جدا من كل حاجه عملتوها، وحضرتك بالذات يمكن ما دقتش اكلك بس انت علمتينا النهارده كيفيه استخدام الخضروات والفاكهه اللي موجوده عندنا في البيت، دي حاجه تعليميه كويسه جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا. واي حد حابب يقول حاجه استنى المشاهدين تحت امركم. اتفضل. الله يخليك. شكرا. في حد عايز حاجه؟ شكرا. انا ريقي ناشف ولا مش كده؟ مش ناشف ده كده بيجري. ايوه. انا بشكركم شكرا جزيلا. يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم ويكون اكل كمان فات حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم. شكرا.